السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة مفاهيم سوسيولوجيا. هذه السلسلة أقدمها انطلاقا من كتاب لي سون مو دو لا سوسيولوجي تحت إدارة سيرج بوغام. إذا خلال هذه الحلقة، الحلقة 11، سنتناول مفهوم أوبجيكتيفاسيون، بمعنى أن نجعل الشيء موضوعيا. طبعا وجدت صعوبة في ترجمة هذه الكلمة الفرنسية إلى كلمة عربية، لم أجد كلمة مناسبة يعني لكي أترجم كلمة أوبجيكتيفاسيون. طبعا سوف نقول الموضوعية، ولكن في الحقيقة الموضوعية هي أوبجيكتيفيسم، لكن على كل سنحتفظ بكلمة الموضوعية، وإن وجدت كلمة أخرى فالمرجو اقتراحها في التعليقات، لكن سنشرح أكيد المفهوم بتفصيل. ما المقصود بالobjectivation؟ Comment la sociologie peut-elle être objective et scientifique étant donné la nature des phénomènes sociaux? Quelle étudie est l'irréductible appartenance du sociologue à la société؟ يعني كيف يمكن، سؤال المطروح هنا، كيف يمكن للسوسيولوجيا أن تكون موضوعية وعلمية؟ طب بالنظر إلى طبيعة الظواهر الاجتماعية وما تدرسه السوسيولوجيا، وكون أن السوسيولوجي علم الاجتماع ينتمي إلى المجتمع، كيف يمكن لها أن تكون موضوعية وعلمية وعالم الاجتماع ينتمي إلى المجتمع أو الباحث في المجال ينتمي إلى المجتمع؟ فلا ديمارش سوسيولوجيك، المنهجية السوسيولوجية بروبوز، فهي تقترح أن نبني دو كونستخ سون أوبجي دو روشاش، أن نبني موضوع الدراسة pour en permettre l'étude. Et qu'est-ce qu'on a dans le monde? On a bien le monde. La construction de l'objet d'étude. طبعاً إذا أردتم أن تعرفوا أكثر حول هذا المفهوم، مفهوم بناء موضوع الدراسة، ما عليكم سوى متابعة الحلقة السابقة، أي الحلقة 10. الغشاش لوبجيكتيفاسيون، إذن فهي تبحث عن ما يسمى بلوبجيكتيفاسيون دي في سوسيو، أي أننا نجعل الظواهر الاجتماعية أو الواقع الاجتماعية موضوعية. سوغ لو موديل دي سونس اكسبيريمونتال، فمثلا إيميل دوركين وعلى نمط العلوم يعني التجريبية يقترح أن يعتبر الظواهر الاجتماعية أو الواقع الاجتماعي كأشياء. يقول لي في سوسيو دواف تاتخ تريتي كوم دي شوز، يعني الواقع الاجتماعي يجب دراستها كأشياء. سات بوستور، يعني هذا الوضع، هذه الوضعية تسمح يعني بمشاهدة أو معاينة الظواهر الاجتماعية أو الوقائع الاجتماعية من الخارج، يعني نتخذ مسافة بيننا وبين تلك الظواهر التي يعني سوف ندرسها. إذن بارسات فورميل دوركيم انفيت ايغالمون، وبالتالي فإيميل دوركيم يدعونا إلى استعمال مثلا الإحصاء، الإحصائيات والإحصاء، يعني يعتمد على الإحصاء والإحصائيات والأرقام لتجاوز أننا ندرس حالة بعينها، يعني بدل أن ندرس حالة بعينها فنحن ندرس حالة المجتمع، يعني ندرس الحالة العامة للمجتمع وليس حالة بعينها. وطبعا معروف أن إيميل دوركيم يقول بأن الظاهرة الاجتماعية من خصائصها أنها يعني ليست مجموع ظواهر أو سلوكات الفرد، يعني هي متميزة عن سلوك كل فرد داخل المجتمع. إلا طون أنسي دو سا ميثود كال سوا أوبجيكتيف، وبالتالي فهو يسعى إلى أن تكون يعني طريقته أو منهجته موضوعية. سو كي بو سونتوند أون دو سونس أو موان، إذا ما معنى موضوعية؟ يعني المقصود أنها ني بارسيال، بارسيال يعني ليست منحازة، ني بارسيال وليست جزئية، ليست يعني جزئية وليست منحازة. لكن طبعا هذا التوجه الدوركيمي ليس محط إجماع من قبل علماء الاجتماع ومن قبل ايضا مفكرين وفلاسفه. فكارل بوبر مثلا غومي سوبوندون اون كوز ليدي دي ريجي لا سيونس اكسبيريمونتال اون موديل دو سيونتيفيسيتي. فكارل بوبر يرفض الفكره انه يمكن ان نؤسس العلوم التجريبيه ك يعني على نموذج ما يسمى بالعلمويه، لا سيونتيفيسيتي. دابخي لوي، حسب كارل بوبر، l'importance de l'outil doit être reconnue dans l'élaboration. إذن أهمية الأداة التي نستعملها يجب أن نعرفها ونستعملها في إطار l'élaboration de la science، يعني طبعا أن العلوم تؤسس في comme condition même de son exercice، وأيضا كظرف طبعا ممارستها.
ففي هذا الإطار نجد أن بيير بورديو، جون كلود باسخون و جون كلود شومبوردون يؤكدون كومبيان ليكزارسيس دو ميتي دو سوسيولوج اوبليج ا سانتيروجي. إذن فيؤكدون بأن مهنة السوسيولوجي تدفع عالم الاجتماع، يعني تدفعه إلى التساؤل حول مكانته هو، يعني المكانة التي يتخذها وطبعا ومعتقداته، المكانة التي يتخذها هو ومعتقداته وآراؤه إلى آخره في التفكير السوسيولوجي، مثلا اختيار فرضيات، إعداد النتائج إلى آخره، هل فعلا يعني سيؤثر هو بمعتقداته وبأفكاره إلى آخره على ذلك يعني المنطق السوسيولوجي وذلك البحث السوسيولوجي. فإل فو إت إيغالمون أوبجيكتيفي سا براتيك بلوسكو لو روشيرشي لينكسيسيبل بلوسكو روشيرشي. إذن فيجب أننا نحاول أن نجعل الممارسة موضوعية بدل من البحث عن ما موضوعية أوبجيكتيفيتي اللي هي صعب أننا نتحصل عليها يعني كما نرغب فيها. إذن الأمر صعب. C'est par une approche réflexive sur les conditions d'utilisation des outils que l'on peut accéder à une meilleure connaissance des phénomènes sociaux. إذن كيف سنحصل على معرفة جيدة بالظواهر الاجتماعية؟ انطلاقا من مقاربة انعكاسية. Une approche réflexive sur les conditions, يعني على ظروف استعمال الوسائل الأدوات التي نستعملها. طبعا لكي نحصل ونفهم يعني الظواهر الاجتماعية بكل وضوح وتمييز. وأكيد أننا إذا أردنا أن ندرس أي موضوع بموضوعية فيجب أن نتبع المراحل. إذا اتبعنا المراحل العلمية، وهذا قد شرحته في حلقات متعلقة بشرح كتاب لو مانويل دو ريشيرش اون سيونس سوسيال، يعني هناك كتاب بعنوان لو مانويل دو ريشيرش اون سيونس سوسيال، يعني دليل البحث في العلوم الاجتماعية، قد شرحته على قناتي هذه، وستجدون الحلقات. وبالتالي إذا اتبعنا المراحل المنهجية أكيد أننا سنكون في إطار الموضوعية وسنبتعد قدر الممكن عن الذاتية. إذا كان هذا ما لدي خلال هذه الحلقة ومفهوم طبعا لوبجيكتيفاسيون. نلتقي في الحلقة القادمة مع مفهوم جديد، وسيكون بحول الله حول لو باراديغم، أي النموذج المفسر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.